تمام، اوكي. معرفش بقى كده الصورة هتبان ولا لأ. ده نص الخطاب اهو، ماشي. ده نص الخطاب اهو للي عاوز يشوفه. اوكي يا جماعة الخير، ده نص الخطاب اهو. المذكرة المعروضة من الراجل المحترم حسين حلمي الى السيد الاستاذ عمرو الايه الجنايني، وبنقول فيها بقى، بيقول فيها بشان اتخاذ الاجراءات القانونيه. ما احنا، ما انا هقرا انا لاني مش هتبان قوي. بشان اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد شركه بريزنتيشن اعلانات مش عارف ايه، تمام، والمستحقات سداد في لعدم سداد المستحقات الماليه للاتحاد المنصوص عليها في المنصوص عليها بالعقد المبرم في 5 اكتوبر، ده لو يعني 5 اكتوبر 2017 بتاريخ 12/5/2019، ورد الاداره القانونيه بقرار مجلس. المهم يعني في مجلس اداره اتعمل، وفي قرار رقم 40 بتاريخ 28/4/2019 بتكليف الإدارة القانونية بالاتحاد باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إيه؟ برزنتيشن لعدم تنفيذ بنود عقد الرعاية. أوكي؟ تمام. الاتحاد قام الاتحاد بإنذار الشركة في 26/5، يعني من سنة بالظبط 2019، بضرورة سرعة سداد الإيه؟ المديونية، وإلا اعتبر العقد المبرم ما بينهم إيه؟ مفسوخ من قبل الشركة، وذلك إعمالا للفقرة رقم 10 من البند أو مش عارف إيه السادسة، دون إخلال بحق الاتحاد بالمطالبة بالتعويضات و و و إلى إيه وإلى آخره. قامت الشركة بقى بتاريخ 2/12/2019 بعد الإنذار برزنتيشن، ياخدوا حقهم برضه، بسداد مبلغ كام؟ 20 مليون جنيه، ده لو الصورة واضحة قدامي. تمام؟ من مستحقات الاتحاد. وقامت الاداره ايه الماليه الفتره اللي فاتت ب ابداء ان الشركه ما زالت مصممه لعدم التزامها بدفع التسويات الماليه اللي عليها، وبناء عليه يتم مطالبتهم باداره الحسابات من الحساب المتبقي على الشركه بعد سلسله التسويات المشار ايه اليها. ولذلك نرى إعادة إنذار الشركة بالفسخ ومهلهم مدة مناسبة للسداد بالمبلغ الذي سوف تنتهي إليه الحسابات. معنى إيه الكلام ده؟ معنى الكلام ده إن شركة برزنتيشن ليها مديونية عند اتحاد كرة القدم المصري، الإدارة المالية عندها عقد، رفعت الموضوع للشؤون القانونية، الشؤون القانونية معاها قرار مجلس إدارة رقم 40 بتاريخ 28/4/2019 باتخاذ الاجراءات القانونيه ضد شركه برزنتيشن، بعتوا في 26/5 لبرزنتيشن، برزنتيشن بعتت لهم جزء من الفلوس 20 مليون جنيه، وبعد كده بلح بح، مفيش مش هدفع. اوكي، ده في من سنه، ده بعت لهم الكلام ده في شهر 12 اللي فات. طبعا الانديه عاوزه فلوس، الانديه بتدفع لعيبتها، الناس قاعده في بيوتها، نادي الزمالك عنده ازمه ماليه بيضغط على اتحاد الكوره، النادي الاهلي بيضغط على اتحاد الكوره، كل الانديه بتضغط على اتحاد الكوره، زكي عبد الله وزكي عصام كريم، فبالتالي بيضغطوا على اتحاد الكوره عشان ياخدوا الفلوس بتاعتهم من برزنتيشن اللي هي الشركه ايه الراعيه. طبعا هذا الكلام، الجواب ده مؤرخ في 16 مارس 2020، يعني الجواب اللي حضراتكم وده حصريا لينا احنا هنا، يعني الجواب ده او الخطاب او المذكره ديت المرسله من المستشار القانوني حسين حلمي للسيد المحترم عمرو الجنايني مؤرخه في 16 مارس 2020. وبالتالي اجمالي المديونيه على حسب حد علمي يعني 45 مليون جنيه، 45 مليون جنيه. واحنا عارفين ان عمرو الجنايني السيد المحترم عمرو الجنايني الفترة اللي فاتت كان يعني أي فلوس تخش اتحاد الكورة والأندية عليها مديونيات كان بياخد على طول المديونيات. كان بياخد على طول المديونيات أول بأول. يعني الزمالك جاي له فلوس من الاتحاد الأفريقي يخسر. الأهلي جاي فلوس مش عارف من الاتحاد الأفريقي يخسر، مش عارف مين جاي له فلوس من يخسر.
يعني كان بياخد المديونيات بتاعته اللي على الانديه اول باول اتحاد الكوره. فبالتالي هو مطالب في التوقيت دوت كمان انه يلم المستحقات بتاعت الانديه واتحاد الكوره من بعض، لان لا يعقل ان انت برضه تاخد حقك وتسيب الانديه، لان الانديه ديت برضه احنا يعني مش سايبينهم. يعني نادي الزمالك النهارده حتى الان في المستحقات الماليه المتاخره للعمال وللموظفين اتكلمنا فيها مره واثنين وثلاثه واربعه، يبقى حقوقه كمان لازم نتكلم فيها. النادي الاهلي ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما عندوش اي نوع من انواع الازمات الماديه، فبالتالي برضه هو هيبقى عاوز حقوق. الاتحاد السكندري هيبقى عاوز ايه؟ حقوق. محمد صالح بيقول لي اخر اخبار سيد عبد الحفيظ ورامز جلال. طيب نقول اخر اخبار سيد عبد الحفيظ ورامز جلال. سيد عبد الحفيظ في الغالب اتقالت فتحته، لا مش هيتجوز، هو من راجل متجوز ومخلف، بس في الغالب كده جوه النادي الاهلي في الغالب يعني ها يعني في غضب كبير جدا من الاداره في النادي الاهلي على ظهوره في برنامج رامز جلال. كابتن خطيب اتصل بام بي سي، حاول ان هو يمنع اذاعه الحلقه بتاعت سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ وام بي سي اسف رفضت، ام بي سي رفضت، فاتخذ قرار من الكابتن محمود الخطيب بخصم 300,000 جنيه من كل واحد طلع مع رامز جلال من النادي الاهلي. وطبعا لغايه دلوقتي مين اللي راح؟ علي معلول، والنهارده كهربا اهو، وعندك سيد عبد الحفيظ، وعندك الشناوي، دول اللي ايه اللي راحوا من النادي الاهلي. ولو في حد تاني انا نسيته قولوا لي بقى، تمام. والجماعه بتوع الزمالك طبعا ايه معروفين، بس خلونا في الكابتن سيد عبد الحفيظ الاول، خلونا في الكابتن سيد عبد الحفيظ الاول. ف في اقاويل وكلام كتير هقول لك يا علاء، علاء احمد حاضر هقول لك، بس احنا ماشيين ب... 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 بسلسله كده في الحلقه. فاحنا بنتكلم وبنقول ايه؟ بنقول يعني هي الناس ديت يا جماعه لما راحت مع رامز، الناس ديت لما راحت مع رامز سافروا من نفسهم ولا كان في اذن؟ نرد. واللي انا اعرفه، اللي انا اعرفه يعني ومتاكد منه بنسبه مليون في الميه، مليون في الميه، ان في النادي الاهلي، ان في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك برضه، محدش اقول لكم يخش مداخله، شوفوا مداخله، الا لما بيبقى واخد اذن، الا لما بيبقى واخد اذن. فطالما رايح باذن، مش بعد ما اشوف الحلقه ارجع بقى يعني، ولقيت الدنيا خربانه. احنا عارفين يعني هو رامز جلال بيتكلم في، يعني انا عايز اسال سؤال، يعني هو رامز جلال ده كان برنامج طبخ قبل كده وفجاه بقى مقالب؟ يعني فهموني، هو رامز جلال ده اللي الدنيا مقلوبه عليه السنه دي معرفش ليه، يعني علامه استفهام قد كده، هو رامز جلال ده كان برنامج طبخ قبل كده مثلا والسنه دي قلب بقى مقالب؟ ها؟ ولا يمكن كان برنامج مثلا تحليل مباريات، استوديو تحليلي؟ ولا يمكن كان برنامج ديني؟ كان ممكن ساعة مع رامز مثلا بيتكلم فيه، او يمكن برنامج طبي، كان برنامج طبي، هاني رمضان، لا يا هاني، كان طبي يا هاني، كان بيتكلم في الفقرة الرابعة وفي الفقرة الخامسة واعراض الحمل بتبقى ايه، والجهاز المناعة والبنكرياس وفي البواسير برضو، يعني برضو ما فيش مشكلة، برضو كان بيتكلم فيها لو حد مثلا تعبان ولا حاجة، ها؟ او حاصوا على كده. احنا بنهزر يا جدعان، ما معروف رامز جلال ايه؟ يعني معروف رامز جلال ايه؟ معروف رامز جلال برنامج مقالب، واللي بيروح معاه يعني بيتعلم عليه، او اللي بيروح معاه يعني بيحصل فيه اللي بيحصل. وبعدين انتوا ما سالتوش، ما في مجموعه كبيره جدا من النجوم ما راحتش. يعني لسه كنت بتكلم انا مع لؤي وبقول له مثلا، في مجموعه مثلا احمد السقا
ما راحش قبل كده، مش كده؟ مش عارف كريم عبد العزيز ما راحش، احمد عز مش عارف ما راحش، اتخدعوا ما اعرفش بقى اصلا. يعني دي انا ما اقدرش احسبها، بس خلونا اقول لكم، خلونا اقول لكم ان هيبقى في تلكيك لسيد عبد الحفيظ الفتره اللي جايه، بيتظبط ماديا من 20 ل 30 الف دولار، وفي ناس بتاخد اكتر من كده، بس هو ده الايه الرينج يعني من 20 ل 30 الف ايه دولار. السقا راح، قال لك السقا راح، طب ماشي اوكي. ابو المعاطي قال ما كناش نعرف ان هو ماشي برضه، يعني خلوني اقول لكم ماشي، لو ما تعرفش ماشي، انما لو تعرف لا هنا مشكله. طب عرفت قلت ازيع الحلقه ليه؟ ما هو بيطلع يقول لك انتظروني، يعني اذن بالاذاعه، خلي بالكم، ما هو برضه بيطلع بيقول لك انتظرني، يعني النجم هو بيطلع بيقول لك انتظرني في رمضان مع كذا، انتظرني يبقى دي موافقه ضمنيه منه بالاذاعه، خلي بالكم، خلي بالكم. يعني عشان ايه؟ في موضوع كده كبير معمول مش فاهمه، هوجه كده وهيصه في الموضوع انا مش فاهمه. اه والله زي ما بقول لحضراتكم كده. المهم واسماعيل، اه طبعا، ما هو دي برضه من العلامات اللي انا قلتها لرئيس الجمعيه العموميه امبارح، قلت له طب ما اسماعيل يوسف عضو مجلس اداره. ماشي ماشي. المهم يعني كهربا في تلكيك لي اسمه ايه ده سيد عبد الحفيظ، في تلكيك لي فتره اللي جايه، واوريدي خلاص ابتدت اسماء تتقال تحل محله في حاله الاطاحه بيه الفتره الايه القادمه. وزي ما اتعودتوا مننا هنا هوت ان احنا بنقول لحضراتكم الاخبار، وبعد كده هوت ربنا سبحانه وتعالى بينفخ في صورتنا وبيؤكد على صحه كلامنا ومصادرنا، ويمكن ديت المواضيع اللي بنقولها لحضراتكم. عصام كريم بيقول لي السقا راح مرتين، هو له اي بيديني معلومه، هيخرقني له اي، هيلبسني في الحيط، هيلبسني في الحيط، مش مشكله مش مشكله. خلي بالكم من عيالكم عشان هم دول اللي ايه اللي بيعملوا الامبالية. المهم احنا بنتكلم في ايه؟ قلنا ايه؟ سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ، اه سيد. مين بقى الاسماء المرشحه؟ خالد بيبو، عماد متعب. مين اللي مرشح؟ العمي فاروق. ماشي ماشي يا رجاله. محمد صالح، تسلم لي يا محمد، تسلم لي، بيقول لي انت مصادرك جامده جدا يا كابتن، من فضل الله سبحانه وتعالى، واما بنعمه ربك فحدث، واما بنعمه ربك فحدث. يا علاء اصبر يا علاء، عايزنا ارد على كهربا، اصبر يا علاء، هرد والله رد هيفحم الدنيا كلها. اتقل كده يا لولو، اتقل يا لولو، عشان انت ماسكني في الشات من اول البتاع ده، ردك على كهربا يا عم اهدى. مش عارف، اه والله. ماشي خلاص، خلونا بس ايه في خلي بالكو يا خالد بيبو يا عماد متعب، مين اللي مرشح؟ العمري فاروق. اوكي. عشان نخلص مواضيع النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب برضو بيفكر، في ان محمد يوسف يبقى له دور مهم في الفترة القادمة في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. كابتن فتحي مبروك هو مدير قطاع الناشئين، ومعاه الكابتن هشام حنفي نائب مدير قطاع الناشئين، بيفكر ان محمد يوسف، واتوعد محمد يوسف نجم مصر طبعا النادي الاهلي وزميلي وصديقي العزيز، واكثر من مره من كابتن محمود الخطيب، ان هو هيبقى له دور الفتره القادمه. تمام. قطاع الناشئين في النادي الاهلي بيبعت لمستر فايلر 7 اسماء يختار ما بينهم الفتره اللي جايه، وانا بقول لكم على مسؤوليتي الشخصيه، وقابلوني لو اختار ايه واحد، لان المدربين الاجانب ما بيستعدش ابدا، او ما يستحملش ابدا ان هو يطلع واحد لسه ناشئ، الا لما يكون الناشئ ده طالع يعني مكسر الايه، مكسر الدنيا كلها. قاسم باشا وترابزون التركي يرغب في التعاقد مع احمد ياسر ريان لاعب النادي الاهلي المعار للجونه بجانب نادي الفيحاء الاماراتي. تمام.